اشتات عسلات فلات من مصر ام الدنيا. النهارده ضيفي مش عارفه اقول لكم ايه، ده اترزع مني حته الم في الحياه والسراب، انا مش عارفه هلعب معاه. خلي بالك من فيفي هلعبه معاه ازاي. احمد زاهر يا جماعه معايا في خلي بالك من فيفي. طب اقول لكم ايه، اوعى وشك، انا مش هغشك، انا هبوسك في وشك. طب اسكوزمي بقى عشان اخش اصور الحلقه، ممكن استاذنكم يعني؟ ممكن. طب اهو ده بيت مدام فيفي. ايوه. ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ لمبه من ورا يا بيت. نعم، لمبه من ورا. لمبه ايه ده بجد؟ فضل حضرتك بره. انا داخل لمدام فيفي. فيفي متلدد عليا والله. فضل ايه؟ متلدد عليا. من ورا برضه. طب اعمل ايه؟ من ورا برضه. طب اعمل ايه؟ تعالي بقى حط تليفونك. اهلا 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 يا فوفا. يا روح قلبي يا فوفا، انا حاسس ان انا طالع كازابلانكا يا فوفا. ايه؟ وقفني وعمال عايزني اقلع. عاوزك تقلع ايه؟ بيقول لي لمبه منوره. ايه ده؟ ايه ده احمد زاهر ده؟ دي فوفتي حبيبتي. ده يا حبيبي متلدده عليا. انا يا ابني مدام فيفي لسه جاي النهارده مش كده؟ لمبه منوره يا زيد والله. ده اللمبه منوره وانت منور وهو منور ما شاء الله عليك. اخر يوم النهارده. اول يوم واخر يوم. لا لا خلاص خلاص والنبي يا فوفا. يعني معقوله اللي بيقولوا ده؟ معلش معلش والنبي يا فوفا. ها؟ مين؟ ايس كريم. كريم؟ ايس كريم بيقول لك ايس كريم. ده انا وفوفا نحلي بعد كده. هجيب لك. ها؟ هجيب لك. مش عايز اقول لك حاجه ثانيه. تعالى هقول لك ايه ده؟ حبيبتي يا فوفا وحشتيني. ايس كريم وانت كمان وحشتيني. لا 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 يا لهوي بقى لنا قد ايه؟ ده اول ما كلموني قالوا لي فوفا جيت جاري والمصري. اوعى وشك على طول. حبيبة قلبي. حبيب قلبي. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء النور. زينب. زينب من المغرب. اهلا وسهلا. زينب ربنا معانا في البرنامج. اهلا وسهلا. شرفناها كبير هذا. ايه ده لسه الناس عمال تتاخر. عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ انت عامله ايه؟ قلنا نقعد مع بعض. عامل ايه؟ وحشتيني. وانت كمان. اي ميس يو. وانت كمان والله العظيم. فاكره؟ اول قلم اتلعبت مني. يا لهوي عليها قلم. ضربتني قلم في الحياه والسراب. سورتني. صفيقه. صفيقه؟ صفيقه. صفيقه؟ الله. ايه صفيقه؟ صفيقه. صفيقه صفيقه. لا مش صفيقه. صفيقه. صفيقة يعني صرفقتي الحلق. سفخته. سفخته قلم. مظبوط صح. بس هناك عندهم صرفيقة. سفخته. انا بموت في المغرب على فكرة. اصل انا بعرف مغربي كويس. كليتي الفقاس؟ طبعا. الحلويات دقتي الفقاس؟ الحلويات بس مش فاكر اساميها طبعا. كي الفقاس، كين كعب غزال. هي الاسماء صعبة شوية بصراحة. الاسماء صعبة شوية. والايس كريم اللي انت ده انا قلت علشان بعد ما ناكل عندك بقى انا فاكر بقى ايام المعادي. نحل يا. انت نقلتي امتى صحيح؟ انا اخر مرة انا غيرت شفت البيت. ايه رايك؟ تحفة. الله اكبر. الله اكبر. والله بجد. الله اكبر يا رب يا حبيبي. ساكنة هنا ولا ربنا يبارك لك فيه يا رب. ربنا يخليك حبيبي. ما شاء الله. ساكنة هنا ولا غير التصوير هذا البيت؟ نعم.